514 موظفاً سعودياً يقدمون استقالاتهم يومياً في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2024 بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فما أبرز الأسباب؟ التقرير أشار إلى أن غالبية السعوديين خرجوا من سوق العمل بإرادتهم، حيث شكلت الاستقالة ما نسبته 51.5%، حيث بلغ عدد المستقلين من السعوديين 46,314 موظفاً، وجاء انتهاء العقد وعدم التجديد برغبة صاحب العمل في المرتبة الثانية لمغادرة السعوديين للسوق، حيث بلغ عددهم 11,286 سعودياً، فيما كان التوقف بسبب فسخ العقد بعد انتهاء فترة التجربة أو التدريب في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد الخارجين من سوق العمل لهذا السبب 11,216 سعودياً.